الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلاً وسهلاً ومرحب بكم في واحدة من الحلقات المميزة. خلوني أستعير واحدة من الجمل يمكن هي تفصح عن ما تحتويه هذه الحلقة من مساحة متفردة. أنا أحمد الله على العمى كما يحمده غيري على البصر. واحدة من المقولات اللي قال أبو العلاء المعري، واللي يمكن كانت عندها يعني صداها العميق في نفس المكفوفين، وهو واحد من الناس اللي فقد بصره من عمر 4 من عمره، وكان بيتمتع بذكاء يعني حاد وببصيرة متقدة، وغيره كتار من في العالم. دكتور طه حسين عميد الأدب، يعني واحد من الناس اللي كان عنده رغم الصعوبات لكن تدرج في مراحله التعليمية من تلميذ في الأزهر حتى وصل إلى وزير للمعارف. الإمام الترمذي صاحب سنن الترمذي هو برضو واحد من الناس اللي كانوا مميزين رغم فقده لبصره. نحن في حلقة اليوم حنحاول نتعرف على شريحة مهمة جدا. خلونا نبتدر الحلقة بتعريف من الناس الموجودين معي. أهلا وسهلا بك يا أستاذ، تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. عصام الدين دياب، معلم في وزارة التربية والتعليم في معهد الفجر لتعليم المكفوفين، تخصص في طريقة برايل لتعليم المكفوفين. يا سلام، إيلاف برضو زولة فنانة أول حاجة، وهي حتكون فنانة الجلسة. تفضل يا إيلاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم إيلاف جمعة بريمة. أنا خريجة جامعة الخرطوم، آداب قسم اللغة الفرنسية اللغة الإنجليزية إن شاء الله. طبعا إحنا يعني أنا لما أسمع التعريف بيعتريني فخر كده. تسنيم حبابك. بسم الله الرحمن الرحيم. تسنيم صديق بلة، خريجة جامعة كردفان كلية الصحة العامة وصحة البيئة. يا سلام، تسنيم دي زميلة طبعا، يعني أنا درست برضو كلية الصحة العامة، فأنا أفخر بك يا تسنيم إنك أنت برضو في مجالي. مرحب بك يا دكتور. مارك الشان، أستاذ مشارك بجامعة كردفان، محامي، مدير وحدة ذوي الإعاقة بجامعة كردفان، رئيس اتحاد المكفوفين ولاية شمال كردفان. يا حبابك، مبارك. مبارك بشير، مبارك بشير، حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى، طالب العلم الشرعي. يا سلام، مبارك برضو حيكون معنا من خلال المدح بالطار إن شاء الله. نعم. يا مرحبتين. أستاذ علي. بسم الله الرحمن الرحيم. حاج علي أبو جليحة، الأمين العام لاتحاد المكفوفين. نرحب بهذا قناة الشروق هذا البرنامج. يا مرحبتين حبابك. نحن حندخل معكم في تفاصيل كثيرة جدا، يعني ويمكن هي جلسة أنا بعتبرها مميزة جدا ومختلفة، حنتعرف من خلالها على ناس أبدعوا وكان عندهم يعني مساحات من التفرد والتميز. أولا خلينا نبدأ معك يا دكتور ونتكلم مبتدأ عن التواصل فيما بينكم أنتوا في مجتمع المكفوفين، وكيف قدرتوا أنكم تتغلبوا على صعوبات وطريق طويل مشيتوه محفوف بالمخاطر وبالصعاب ومحفوف بكثير من التفاصيل اللي قدرتوا أنكم تتجاوزوها بقوة وثبات. كلمنا عن التواصل فيما بينكم. والله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا تحية لقناة الشروق، وإن شاء الله شمس السودان التي لا تغيب نشرب إلى ما تقدم من أعمال جليلة تخدم شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة. حقيقة نحن في اتحاد المكفوفين ولاية شمال كردفان، يعني أنا شخصيا بعتبر نفسي أو نفسنا عموما نموذج للاتحاد الناجح، للعلاقات الأسرية الممتدة بين المكفوفين. يعني حقيقة نحن علاقتنا ما في الاتحاد بس كمكفوفين، بل علاقاتنا هي علاقات أسرية تمتد إلى الأسر، ويشهد يوم السبت على ذلك. يعني في كل يوم من أيام السبت يكون عندنا لقاء في بيت واحد من أخوان المكفوفين، وده بيحقق لنا قيمة تواصلية عظيمة جدا بيننا وبين الأسر وبيننا وبين الجيران المتاخمين حتى للمكفوفين، وفي دعاية وإعلام بالنسبة للمكفوفين ودورهم ونشاطهم. وطبعا الوسائل الحديثة في التواصل كما كان الواتساب والفيس والتلفونات سهلت عليكم، هي سهلت علينا كثير جدا،
ولقاء. دي رحله هنتكلم عنها باستفاضه طبعا يا دكتور، تورينا التقنيات الحديثه ساعدتكم كثير يعني. وانت كنت بتحكي لي انكم عانيتوا فيها اكثر، احنا كده قبل ما ندخل في الحوار ونتعمق فيه خلينا نمشي لشيخ مبارك ويدينا حاجه كده يعني كمدحه نبتدر بها، بعد ذاك انا واصل في الحوار باستفاضه ان شاء الله. حبابك يا شيخ. يا جنان صح وهيم في من جان رؤوف رحيم، يا جنان صح وهيم في من جان رؤوف رحيم، يا جنان صح وهيم في من جان رؤوف رحيم، يا جنان صح وهيم في من جان رؤوف رحيم، بآي الذكر صور القرآن الحكيم، يا جنان صح وهيم في من جان رؤوف رحيم، بمن قاله كل حكيم لعل لغمان الحكيم، جنب عبدك يا حكيم باب الحاكم والحكيم، يا جنان صح وهيم من جان رؤوف رحيم، يا جنان صح وهيم في من جان رؤوف رحيم، بالكريم ابن الكريم شاه الذات الكريم، يا جنان صح وهيم في من جان رؤوف رحيم، احمد حلال الغريم يهوني مصير يريم، باسم ليل مسكين صريم بين أصحاب والحريم، يا جنان صح وهيم في من جان رؤوف رحيم، يا جنان صح وهيم في من جان رؤوف رحيم، وضع الأكوان نورا وضع الأكوان نورا أسهر لون الأحمر، يا جنان صح وهيم في من جان رؤوف رحيم، أدحى الطرف لا أحورا حين يمشي الأملاك ورا، رحمة ربنا للورا رحمة ربنا للورا أن ينظر قدام ورا، يا جنان صح وهيم في من جان رؤوف رحيم، يا جنان صح وهيم في من جان رؤوف رحيم، نبيا صلى وأوترا نبيا صلوا أو ترى النسيان غد ما ترى، يا جنان صح وهيم في من جان رؤوف رحيم، الصادق قد ما افترى الممدوح في ألم ترى، رعى يستاجر واقترى رعى واستاجر واقترى، بلا أزواج باع واشترى، يا جنان صح وهيم من جان رؤوف رحيم، يا جنان صح وهيم في من جان رؤوف رحيم، زهد الدنيا وطلقا زهد الدنيا وطلقا سد بابا وغلقا، يا جنان صح وهيم في من جان رؤوف رحيم، المنصور يوم اللقاء كم كم قيد واطلقا، به صيد لعلقا بيه الصيد تعلقا، ما عدو مثل ما لقى، يا جنان صح وهيم في من جان رؤوف رحيم، يا جنان صح وهيم في من جان رؤوف رحيم، لاح براق القبلتين لاح براق القبلتين، لي ترى مرتين، يا جنان صح وهيم في من جان رؤوف رحيم، كاوي القلب محلتين فارتق جرح العلتين، أتحفني بحلتين أتحفني بحلتين، شربة ونهلة وعلتين، يا جنان صح وهيم في من جان رؤوف رحيم، يا جنان صح وهيم في من جان رؤوف رحيم، صل يا واحد يا وصول صلى واحد يا وصول لمن جان نبي ورسول، يا جنان صح وهيم في من جان رؤوف رحيم، طه للأرحام وصول يعفى الجان ومن يصوم، يلقى البرع بها وصول
يلقى المرئبها ويصال يسمى ويبلغ كل سول يا جنان صح وهيم في من جان رؤوف رحيم يا جنان صح وهيم في من جان رؤوف رحيم. يا سلام، شكرا لك يا شيخ مبارك. نحن حنواصل طوالي وانا حمشي لك يا استاذ علي. يعني استاذ علي، يمكن الدار واول اتحاد اتدرجت من رابطه، وبعد كده يعني طالما طال كل المؤسسات من انها هي يعني في لحظه ما بين صعود وهبوط انها تفتح وتقفل، لكن استمرت واستطاعت انها هي تضم تحت لواء كميه من الناس اللي المكفوفين في الولايه. فكلمنا شوية عن الدار أو عن الاتحاد. اتحاد المكفوفين عبارة عن أسرة الحمد لله، يعني كان هو زمان رابطة، هسه الآن بقى اتحاد، والاتحاد امتد حتى بقى في بقى أسرة يعني واحدة. حتى في الزيارات عندنا يوم السبت، وعندنا كلام، وعندنا الأربعاء، وعندنا الاثنين دي يوم مقسمين الأيام يعني. هاي مقسمين الأيام تماما، يعني كل يوم، يعني حتى عندنا يوم الاثنين ده يوم مكتب، ده يوم المكتب، وعندنا السبت ده يوم بتاع زيارات للأسر. للأسر حتى الأسر يعني الحمد لله دخلت، وحتى الجيران يعني بقى فيه أصدقاء، وبقى فيه يعني الاتحاد بقى ملم بكل الناس. يعني قدرتوا انكم انتوا تثبتوا وجودكم من خلال الاتحاد، وقدرتوا انكم تعملوا مناشط مختلفة يعني. نعم. حتى طالما انه طلع منها الفنانين، وطلع منها المداح، وطلعوا منها يعني سلم طلعوا منها الكثير يعني. حتى في التغنيه ذات عندنا ناس يعني ما شاء الله، يعني حتى في الاجهزه على الكمبيوتر، على كتابه البراين، يعني الحمد لله الاتحاد رغم المعاناه لكن مشينا كويس في الاتحاد. يا سلام. انا والله يعني حريصه اشد الحرص بانه تسنيم تحكي لنا تجربتها. هي واحده من النماذج الحقيقي نجحت واستطاعت انها هي تتغلب على صعاب كثيره واجهتها في الحياه، وقدرت تثبت انه الاعاقه ما هي فقد واحد من الاعضاء، انما الاعاقه انه الناس ما عندها الرغبه في انها هي تتطور، ما عندها الرغبه في انها تمشي لقدام، ما عندها الرغبه في انها هي تثبت نفسها وذاتها. كلمينا عن تجربتك الناجحه يا تسنيم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يعني بعتبر نفسي من المحظوظين، لأني جربت حاجات كثيرة صعبة، بس كلها يعني قوتني شديد. فأنا هنا هسه وقدام الناس وبتكلم وبحكي عن تجربتي. بعدين هي أحدث المنضمين للاتحاد يعني. أيوة. أنا يعني زولا مريضة سكري من وانا طفلة. ما عانيت مع سكري شديد يعني زمان. بعد كده حصلت لي مشكلة طبية او اصابة بكتيرية وانا عمري تقريبا 16 او 17 سنة. حصلت لي بسببها علة في يدي الشمال، اتشلت تماما، فقدت بسببها ثدي الشمال، وحصلت لي يعني مشكلة في الجهة العلوية الشمالية كلها. وخلاص يعني كانت بالنسبة لكل الناس الحولي إنها دي نهاية المطاف. يعني ما كان في أمل إني أقوم تاني وأرجع تاني أواصل تاني، لكن بقدرة ربنا وبالإرادة جواي قمت تاني ورجعت وواصلت تعليمي وقريت الجامعة وتخرجت منها. وبعد ما تخرجت من الجامعة ما لقيت صعوبة في الجامعة؟ والله في صعوبات يعني، لكن الناس الحولي وأنا أصلا يعني بحاول أتجاوز أي حاجة تلاقيني. ما في حاجات يعني زول بيقابلها بسبب إنك عندك أي علة أو عندك أي حاجة طبيعي تلاقي صعوبات، لكن يعني الزول كده بيحاول انه يتجاوز حاجات كثيره. والناس اللي حولي كلها يعني ما قصرت مني نهائي، ووقفت معاي وساعدتني ودعمتني، وبسببهم يعني انا هنا الان. كلمينا برضو يا إيلاف عن يعني اصابتك بالسكري، هي اللي كانت سبب في انك تفقدي تسنيم. اصابتك بالسكري يا تسنيم هي اللي كانت سبب في انك انت تفقدي بصرك. كيف قدرتي تتعايشي مع الموضوع ده وتندمجي حتى في مجتمع المكفوفين، ولقيتيهم كيف الناس؟
طيب انا يمكن زي ما بيقولوا احدث مكفوف انضميت للاتحاد. انا الاصابه بفقدان البصر يعني يا دوب لها سنه واحده. يعني انا في بدايه الاصابه ما كنت متقبل الموضوع بالرغم من انه يعني ما اول اعاقه تحصل لي، لكن يعني كان بالنسبه لي الموضوع صعب شديد، وانا يا داب يعني مقبله كده على الحياه العمليه وبديت اشتغل ويعني اتعرف على عالم جديد وكده، فكانت بالنسبه لي صدمه كبيره شديد. يعني يمكن دخلتني في حاله اكتئاب عديل، بقيت زوله قاعده جوا البيت حتى ما بتعامل مع الناس، ما يعني حتى مع ناس بيتنا التعامل بشروط وفي حدود، اتقفلت من المجتمع، اتقفلت شديد. يعني بقيت بس قاعده اجتر في ذكرياتي انه الم 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 واعاقات اعاقات اعاقات، يعني الحاجه كانت صعبه شديد. لكن الحمد لله يعني بفضل واحده من صديقاتي شديد عرفتني على الدكتور عمار وعلى الاتحاد، وهم رحبوا بي طوالي وضموني ليهم وقدرت اندمج معاهم. يعني اول مره مشيت الاتحاد لقيت الناس دي كلها قاعده ومستنياني وعارفين انه في تسنيم جايه وكده، فالحاجه دي عرفها خلاص بحيانا كده مدى التحيه. يا سلام لها التحيه. التحيه لها من هنا صديقتي صديقه عمري صديقه طفولتي عرفة موسى برضه بقت صاحبتي يعني. بقت صديقة الاتحاد شكلها كله. صديقة الاتحاد. ليها التحية والله. هي يعني شايفة إنه حالتي دي، يعني هي حاولت إنه تطلعني منها فما قدرت. مهما عملت تجيني البيت بعد مرات برفض أقعد معاها، برفض أتكلم معاها كده، فلقيت لي حل وطلعتني وهسه فلتت منها. لا ما لقيت ناس ما شاء الله، لقيت لها قبيلة تانية وأسرة تانية. فالاتحاد يعني بجد مكان انت ممكن تنسى فيه انك اصلا معاق، انك مكفوف، انك حاصل لك اي حاجه، عندك اي مشكله في الدنيا دي. بجد لو جيت وقعدت في نص سنه في الاتحاد يعني بتنسى هم الدنيا دي كلها. يا سلام والله، نحن بنحييهم يعني مجملا، بنحييهم فرد فرد على الحاجات العظيمه اللي هم بيقوموا بها، وكونوا ان هم يعني قدروا يطلعوا انسان من قفلته هم ساهموا بصوره كبيره شديد في انه يحيوك مره ثانيه يا تسنيم. وانت ذاتك كنت زولا دعم شديد للحياه وللمجتمع وعاشقه للحياه، فنحن طوالي حنمشي لإيلاف. إيلاف رايك شنو تدينا عيشك تشادي ان شاء الله؟ جميل، تفضلي. عيشك تشادي عيون ساحرة وقوام لاد كان زهرة، عشقت من نشأة الطفولة محب العواطف
حفيظ محازق حبيب ملاطئ نضر محاسن حلو الشمايل شدوت بذكر في الخمايل لأنه من كوثر الفضائل سجاني خمرة عشقت شاد عيون ساحر قوام لاد كان زهرة حبيبي من عالم الملايك سماوي جالس على الأرايك أي حبيبي من عالم الملايك سماوي جالس على الأرايك مكان دعاء شكرا يا إيلاف، والله نقلتينا نقلة جميلة جدا يا أخي. دي بتعبر عن إنه في مواهب متعددة، يعني مش بس
انك انت اديتينا طرب وتطريب عالي، لكن برضو دغيلتينا من حته لحته ثانيه. شكرا لك كثير يا إلاف، حنجيك راجعين ثاني يا دكتور. ويمكن يعني من الصعوبه بمكان انه تلقى الاندماج اللي لقته تسنيم، وانها هي قدرت تتغلب على مشكله كبيره لقتها، وقدرت تتغلب على يمكن قهرها وظروفها اللي كانت عايشاها وتندمج في المجتمع. انا عاوزه اتكلم باستفاضه عن موضوع التفاعل اللي بتلقوه من المجتمع. ويمكن في كثير من المواقف اللي بتلاقيكم في المجتمعات، سواء كانت مواقف هي بتكون بالنسبه لكم صعبه جدا، يعني ممكن تسبب لكم اذى نفسي عميق، وفي مواقف تانية على النقيض هي ممكن تكون يعني بتديكم دفعة معنوية لأنكم أنتوا تواصلوا إنجازاتكم، تواصلوا كفاحكم، تواصلوا نجاحاتكم. والله يا ست أمل شوفي، يعني نحن كمكفوفين، يعني أنا يمكن أكبرهم سنا في الناس اللي قاعدين ديل كلهم، ويمكن أنا جيت في زمن الإعاقة فيه عيب، يعني عرفتي أنا الزمن اللي كنت فيه الإعاقة عيب، النظارة اللي بلبسها الزول دي ذاته وشوفها زي العيب يعني. فنحن عانينا ما عانينا، يعني من التعليم الابتدائي لغاية ما تخرجنا في الجامعة، حتى بعد ما تخرجنا في الجامعة وحصلنا على الشهادة عشان تجي محل العمل وتجد الصدود وتجد الكلام الحار وانت عميان وتمشي وين وما نافع، يعني الحاجات دي كلها نحن تألمنا لها شديد جدا. عشان كده بنحاول بقدر ما نستطيع انه الناس اللي بعدنا ما يتعبوا تعبنا، ما يلقوا لاقيناه. والحمد لله انا بكون سعيد جدا لما ينضم لنا واحد من المكفوفين ويكون هو من الشباب ويجي يندمج معانا ويطلع من القصة اللي هو فيها. يعني حقيقة احنا ذاته بنلقى دافع، يعني أسع الأخت تسنيم يعني عظيمة جدا، وحقيقة يعني كلنا نحن استفدنا منها وكلنا رفعت هممنا، وكل ما نلقى نفسنا يعني نحن انتكسنا لما نشوفها، والله بنزداد عزيمة وهمة. وبالتالي هي ما تفتكر الاتحاد اليوم منا عليها، بل كلنا نحن ممتنين يعني عليها، ان هي ذاتها على بعض، يعني ده بشيل بعض وده بياخذ من بعض. حتى بنتنا إيلاف يعني برضه انسانه عظيمه جدا، وانا طبعا قاعد اكشر بها في كل الملمات يعني كده، يعني لانه هي نموذج يعني للصمود والتحدي واثبات الذات والوجود وقهر المستحيل. يعني حقيقة ما في ما في ما في إعاقة وراء إرادة، يعني المعاقل ما عنده إرادة أصلا. فنحن دائما بنحاول نجيب الشباب، والحمد لله اتحادنا الآن بقى مليء بالشباب، يعني وبقى مليء بالأنشطة الشبابية، وبالرغم إن أنا راجل عجوز بقعد بعيد، لكن بشجعهم بخش معهم في تفاصيل حياتهم، ما بقدر لكن بحاول أقدر. أنا زي شكلهم كده اعترضوا على كلمة عجوز دي يا دكتور. بس يعني شنو ما معاون يعني في حياتهم، لكن قاعد أتعلم منهم كثير وبستمع معاهم ليون، ويعني بلقوني معاهم في كل مناشطهم، وبنسى انه انا استاذ، بنسى انه انا امام مسجد بعض كثير جدا يعني كل بنساه. بعدين العلاقه بينكم جميله جدا، يعني انا من لحظه ما لقيتك يعني في الايام السابقه لحد الان دائما بتلاقيهم بغفشات، بتلاقيهم بضحكات، بتحاول انك انت يعني ده بينوم على انه انتم علاقتكم عميقه جدا فيما بينكم. لا والله بنحاول بقدر الامكان نغير الواقع، واصعب كلمه كلمه عميان، يعني الكلمه دي بالمناسبه من الكلمات اللي كانت بتحرقني جوه وبتخلينا نبكي. فانا اي ما بقول اتحاد المفهوم، بقول العمايه، تعالوا يا عمايه تسنيم العميانه عشان تقبل الوضع ده، وما تبقى بالنسبه لها كلمه جارحه. أيوة، لانه ممكن تسمعها من هنا وهناك، هي بالرغم انها الكلمه اصيله وربنا مدح بها ابن مكتوم، يعني يكفي انه ان جاءك الاعمى، يعني احنا نفتخر انه احنا اصبحنا من أولئك الذين أذهب الله أبصارهم ولم يجعلهم وجعلهم بصير، الحمد لله رب العالمين. وفي علماء كتار، يعني عبد العزيز الباز هو الداعية الإسلامي والفقيه السعودي اللي ألف 41 كتاب. نعم ما في شك، يعني بن باز يعني نموذج وكلهم نموذج، يعني أنا عندي الآن يعني أنا شوفي كل المكفوفين اللي عندي نموذج، يعني إيلاف يعني أنا عندي نموذج للزول المتحدي الإعاقة حقيقة، وبقص قصته كثير جدا، لأنه كنت معترض جدا أنها تمشي الخرطوم، لأنه عارف علاقتها بأمها وما بتقدر تطلقها نهائي، لكن بعد تحدث ومشت جامعة الخرطوم وتخصصت لغة فرنسية إنجليزية الحمد لله.
وبرضو ناس كتار يعني انتصار واختنا مريم واختنا مثلا ديل كلهم تلاميذ. الان عندي انا اكثر من 10 طلاب في الجامعه مكفوفين وكلهم مميزين يعني انت عرفت كيف كل واحد فيهم نموذج فيه. يا دكتور يعني انا لازم اتوقف عند النقطه دي لانه يعني نقطه انه انتم زي ما واجهتوا المجتمع بصمود بكل الحاجات الجارحه داير اعرف شعوركم بانجازاتكم كيف. يعني الحاجات اللي انت بتحكيها دي هي انجازات وحاجه بتفتخروا بها, احساسكم انتم بها يعني مش بس احساس الشخص اللي هو قدر انه ينجح في مجال ما او قدر انه هو يتجاوز واحده من المحن والكبوات, احساسكم انتم بها. والله شوف يعني احنا كون ربنا اول حاجه كون ربنا يعني احنا عميانين ونبقى ملهمين للاخرين حتى غير العميانين ده ذاته انجاز. يعني انا الان طلبتنا في الجامعه كل الواحد لو سالته الان كلهم الواحد بيتمنى يقول لك انا ابقى زي عمار كشام مثلا. يا سلام. فده نموذج بعدينك انت ذاته كونه ربنا سبحانه وتعالى ابتلاك وتمشي تقضى حاجه اخوك وتطلع حاجه اخوك من الورطه اللي هو فيها وتطلعه للمجتمع, وده من اهم يعني انجازات الاتحاد التاهيل واعاده التاهيل بالنسبه للمكفوفين وتدمج الكفيف في المجتمع عشان يقرا عشان يتعلم عشان يبقى عنده شهاده عشان يشتغل عشان يكون زول يده عليا ودائما معطي ما اخذ. ده ذاته يعني هدف نجيل يعني انت بتكون مبسوط جدا. يعني انا لما القى تسنيم طلعت من بيته ومن عزلتها يعني هي حاجة ملهمة لكم كلكم يعني ما بس لها ما سير يعني بعد شوية تسنيم حتتوظف في وزارة الصحة إن شاء الله تعالى. يا سلام يا سلام احنا طوالي حننتقل منك يا دكتور عمار وحنمشي لعصام. عصام نستريح قليلا ونجي نواصل برضو في محاور كثيرة وفي تفاصيل أكثر. تفضل. معاك سعيد سعيد والليل في بعدك ما أضماني ما أضماني أصبر يمكن يفيد صبري ويمكن نرجع تاني بنرجع تاني بنرجع تاني الناس تغريك تنسى دموعي وتنسى حناني وافضل مخلص لك لو حتى سعادتك في حرماني بضحي بزهرات عمري علشان ما تعيش طول عمرك هاني بضحي بزهرات عمري عمري واستشهد بألحاني أوري حقيقات أمري. Thank you.
قبلك مرة عرفت أحب من قبلك مرة عرفت الحب من قبلك مرة وانت الحب العاش في كياني عاش في كياني عاش في كياني أنا بهرب منك لرضاك وبحاول من أجلك أنساك بمهد لك تتخلص مني بمهد لك تتخلص مني ألقى خطاي تجمعني معاك تاني بلقى خطاي تجمعني معاك ولو تعريف عايش على عفو كل حياتي من أملاك وتعريف يوم في دنيا غياب يا عز عزيز أعز عزيز يا عز عزيز أعز عزيز في دنياي أنا طامع 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 أبقى عزيز دنياك يا سلام جميل والله يا عصام يعني ما حنمشي بعيد منك حنجي لإيلاف ذاته إلاف القاشر بك دكتور عمار طبعا زي ما أفصح وقال إلاف نحن خلينا نتكلم معك عن واحدة من المحطات المهمة شديد يعني يمكن النجاحات والتفوق والمواهب المتعددة والتفاصيل دي بتخليك أنت ذاتك حاسة بالرضا عن نفسك كلمينا عن المواهب المتعددة عن الغنى ده كيف بديتي منو ساعدك منو دعمك التفاصيل دي والله أنا طبعا يعني عندي في البيت أخواتي هم الداعمين الأساسيين يعني الأسرة الأسرة هي الداعم الأساسي زامر الحي بيطرب يعني الأسرة هي الداعم الأساسي لي في المواهب وحتى في الدراسة وفي أي شيء يعني يلا لما بديت يا هو بديت بداية بسيطة في يعني في حي شعبي بسيط مدرسة بسيطة يا هو بديت الدراسة لكن الموهبة بدت معي من سنة خامس أساس يعني أنا كنت في خامس كنا بنعمل احتفالات في الحي يلا أول مرة أنا غنيت في خامس
غنيتي في الحي ولا في المدرسة؟ غنيت في الحي أول مرة. يلا في الأساس ما كان عندي مشاركات كثيرة يعني، كانت دراسة شغلة وقتي يعني ما بشارك، لكن لما جيت الثانوي يلا بدت المشاركة بتاعتي الحقيقية، إنه أطلع وأمشي وكده. حتى في الدورات المدرسية كنت بمشي. أول دورة مدرسية شاركت فيها كانت الدورة 22، كانت دورة واو والخرطوم. يا سلام، دي كانت أول دورة شاركت فيها مدرسية. يلا بجيت أشارك تاني دورة الفاشر، شاركت فيها يعني في السنة، بجيت يعني أشهر يعني، موهبتي بقت بدت تقوى شوية وكده يعني. ما أخذتك الشهرة دي من المجال الأكاديمي يعني؟ لا أنا أصلا كنت مهتمة بالمجال الأكاديمي شديد يعني. أي دخلت الأدب والفرنسي عن رغبة يعني؟ يلا أنا كنت أول ما يعني الحاجة إنه دايرة أدخل فرنسي جات من وين؟ سمعت في سبيستون مسلسل كرتوني في التلفزيون، كانوا طبعا بيقلبوا الراء بيقلبوها غاء كده يعني. قامت سألت أختي، قلت لها دي شنو ده يعني الحرف راء ليه بينطقوه بالصوت ده؟ قلت لي دي اللغة الفرنسية كده، إنه بينطقوا الراء بينطقوها غاء. يلا حبيت الفكرة، أنا كنت في خامس أساس، حبيت الفكرة، قمت قلت إنه في حاجات كده أسرار في اللغة دي. قمت حسيت يعني إنه اللغة دي يعني جذبتني، حسيت بقى إنها هي سلسة وكده وإيقاع موسيقي، قمت قلت يا أخي أجرب إنه أقرأ اللغة دي يعني. من خامس أنا مقررة شنو إنه أقرأ. لما جيت الثانوي درست يا دوب الفرنسي في الثانوي. يلا تعرفت عليه لما جيت أمتحن الشهادة السودانية، قام أصروا علي إنه ما أشيل فرنسي يعني، ما أدخل بيه أمتحن الشهادة. طيب أنا يا إلاف، نحن عايزينك تدينا حاجة كده بالفرنسي، غنية دندنة بالفرنسي، أي حاجة. أوكي طيب دندني لنا بالفرنسي. Au mois de souffrance, pourquoi ces charnets tout recommencent? Sans lui, je suis un peu paroute, sans les ambules, j'allais dans le métro, la dernière danse. Ô ma douce France, j'roule le ciel le jour la nuit, un coup d'amour à prendre du miel, un coup d'amour à prendre du miel, je danse, 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 j'ai dans le bruit, j'ai corrigé. Et sur un tour bien de l'air dans ton Paris, je m'envole, donner, je m'envole, vol, 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 au mois de souffrance. Merci. Très bien. الفهم الوحيد في الجلسة دي دكتور عمار شكله كده. طيب عندك علاقة بالإنجليزي يا إلاف؟ يعني أنا أصلاً الجامعة بتاعتنا بتدي تخصصين، يعني أنت لازم لما تشيل تخصص لازم تشيل معه لغة تانية برضو. يا سلام. فاضطريت إنه أشيل الإنجليش، لكن أنا يعني ما بفضل الإنجليزي، بفضل اللغة الفرنسية عليه. يا سلام. عندنا زميلنا هنا حيكون زعل طبعا من الكلام ده، ناس القسم الإنجليزي في قناة الشروق ما تزعلوا من الموضوع ده يعني، أدوكم لغة ثالثة وجديدة. يلا هي اللغة الأقدم أصلا يعني. صحيح. أقدم من الإنجليش وكده، لكن طبعا الإنجليش إنترناشونال أكتر. جميل. أنا والله دايرة أستاذ عصام يتكلم لنا عن نقطة مهمة جدا يعني، إحنا بنحيي زوجته، الزول اللي دعمته والزول اللي كانت واقفة معاه. وممكن تديه المايك أستاذ عصام، كلمنا عن التزاوج وعن دعم زوجتك لك يعني وأسرتك. طيب أنا والله يعني حقيقة نسيت قبل أحيي قناة الشروق، ونسيت أقول إن شاء الله يعني نكون ضيوف خفيفين في 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 العيد. يا سلام. الحقيقة الـ 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 الزواج والحياة الاجتماعية بالنسبة للمكفوفين طبعا دي حاجة مهمة، ويمكن الكلام فيها كثير يعني. حتى نحن عندنا كلام في إنه هل نحن نتزوج مع بعض، ولا الكفيف يتزوج مبصرة، والمبصر يتزوج كفيفة، فده فيه جدل كبير جدا. لكن في النهاية الزواج ده طبعا هو توافق، وزي ما قال مودة ورحمة زي ما قال يعني القرآن. احكي لنا قصة نجاحك يا أستاذ، قصة زواجك. والله يا أخي الحمد لله طبعا أنا كده دي لقيتها وين؟ طيب الناس كلها عارفين القصة. هبة دي طبعا هي صديقة للمكفوفين مما كانت طالبة في الثانوي. يا سلام. و...
وأنا طبعا أكبر منها، كنا في الجامعة الحقيقة، كان هي وعندها زميلاتها، كان عندنا فصول بتاعت تقوية للمكفوفين، وهم كانوا بيجوا مع زميلاتهم كنا بندرسهم. يعني أنا قبل ما أرتبط بها وتكون في علاقة بيناتنا أنا كنت أستاذة يعني. فهي طبعا حبت فكرة الاتحاد، وأنا والله قاعد أعتبرها زوجة المكفوفين كلهم حقيقة يعني. يا سلام عليك. لأنه يعني ارتبطت بالناس دي ارتباط قوي جدا، و يعني أنا ما قاعد أعتبرها لي أنا يعني حقيقة. يعني هي فعلا يعني دعم للناس كلهم، يعني احنا شفناها من خلال التجهيزات لللوكيشن، هي بتجي لده اي واحد على حده، يعني بتديه حقه وبتديه مكانته وبتسوق ده وبتقعده، يعني تفاصيل الحاجات هي ملمه بيها شديد وداخله في الناس باعتبار انكم اسره واحده. طيب والحقيقه انا يعني يمكن هي لما انا طرحت عليها فكره الزواج يمكن شويه هي كانت متردده على اساس انه الاسره ما توافق، لكن والله حقيقة أنا برضو بحيي أسرته وبحيي والدته وخالاته حقيقة، وقفوا معانا وقفة كبيرة جدا في إقناع الناس الكبار بأنه والله الكفيف ده يعني ما عنده مشكلة، ممكن يفتح بيت وممكن يتزوج ويعيش، والحمد لله يعني بدأت مسيرتنا، وهسه احنا عندنا 4 من الأبناء. ما شاء الله ما شاء الله، 4 أطفال. 4 أطفال جميل يا أخي. والله نحن يعني بنحييها وبنحيي كل نظيراتها اللي ساهموا بصورة كبيرة شديد في إنه هم يخلقوا استقرار أسري، يعني ويدونا النماذج الناجحة نحن بنفخر بها شديد. أستاذ علي، يعني يمكن كثير من التفاصيل اللي صاحبت الدار وإنشاء وممكن القصص اللي كانت بتجي التسجيل للعضوية، الحاجات دي بتكون واجهتكم تحديات في تفاصيلها. احنا خلينا نسمع، لكن بعد ما نسمع مدحة من مبارك بعد ذاك نجي كرايك شنو جميل. حجوة العمر قومك لشفيع الزمر قومك، حجوة العمر قومك لشفيع الزمر قومك، يا مجري البحر قومك بارك للمحر قومك، أكفينا السحر قومك وجفاف الصحر قومك، يا حجوة العمر قومك لشفيع الزمر قومك، كوني عذر قومك لمو في النذر قومك، مشحوم بالوذر قومك مشغول بالوذر قومك، يا لحج والعمر قومك يا شفيع الزمر قومك، اي نور للفكر قومك من غمر وسكر قومك، نسلم من مكر قومك في الدنيا وبكرة قومك، يا لحج والعمر قومك يا شفيع الزمر قومك، أول شفيع الحشرة قومك، كان دايما البشرة قومك غير عوة وكشرة قومك، يا لحج والعمر قومك لشفيع الزمر قومك، يوم وضعوا الحسرة قومك ليه بجهل وكسرة قومك، شرفات القصر قومك سقطت منكسرة قومك، يا لحج والعمر قومك لشفيع الزمر قومك، قومك والظل لم يبرق قومك، بيت أفله أبرق قومك غير سلفة وإبرق قومك، يا لحج والعمر قومك لشفيع الزمر قومك، أمين آي والتمر قومك ونزول الزمر قومك، لبن أغنام ضمر قومك ونزول القمر قومك، يا لحج والعمر قومك لشفيع الزمر قومك، براق الحجر قومك كما الهجرة لمتين الهجرة قومك لمحل التجرة، يا لحي والعمر قومك لشفيع الزمر براق الحجرة قومك كما الهجرة قومك لمتين الهجرة قومك لمحل التجرة، يا لحي والعمر قومك لشفيع الزمر قومك، صلي ذو القدرة سكن الخضرة قومك برعي مع الخضرة في جو الحضرة قومك، يا لحج والعمر قومك لشفيع الزمر قومك، صل يا ذا الغدرة قومك سكن الخضرة قومك على الخضرة قومك في جو الحضرة قومك، يا لحج والعمر قومك لشفيع الزمر،
أصل يا ذو القدرة قومك ساكن الخضرة قومك مرعي مع الخضرة قومك في جو الحضرة قومك في الحج والعمر قومك ليش في عزمرة قومك. جميل يا مبارك يا أخي، شكرا لك لك التحية. إحنا هنجيك برضو في واحد من المحاور المهمة، لكن هنمشي لأستاذ علي. وسألتك قبل المتحف إنه لاقتكم كثير من الصعوبات والتحديات في الاتحاد. والله فعلا في لاقتنا صعوبات في تسجيل العضوية وكتابة البطاقات وكده، لكن ما يعني بحمد الله ربنا وابدينا الأستاذة هيبة دي ساعدتنا الكثير، يعني جميل ساعدتنا الكثير في أنه نقدر كيف نعمل داتا للأعضاء ونقدر نجمع الأعضاء ونعمل الخطابات وحياة زي دي. عضويتها قدر شنو لحد هسا؟ عضويتها غرابة 940 نفر. في شمال كردفان ولا في الأبيض بس؟ لا في الأبيض جوا. في الأبيض؟ آه في الأبيض. طيب كيف علاقاتكم مع باقي الاتحادات في الولايات الثانية؟ والله متواصلين معهم في كل شيء، يعني في كل المتدارك، في أنشطة مشتركة بيناتكم؟ في أنشطة مشتركة بيناتنا وكل سنة إحنا بنمشي نعمل الجمعية العمومية كلنا بنلم هناك في الاتحاد القومي. أيوة. للخرطوم. جميل. عندكم زيارات لبعض يعني تمشوا ولايات مختلفة بتتبادلوا ثقافيا وكده؟ عندنا زيارات لبعض في الولايات وعندنا المحليات حتى هنا برضو عندنا لها زيارات في كل سنة من في العيد العالمي للعصا البيضاء. يا سلام. بالنسبة للمحليات هنا. جميل. شيخ مبارك، يعني يمكن هي واحدة من الحاجات المهمة جدا حفظ القرآن، وانت أسلفت وقلت انك حافظ لكتاب الله الكريم، فبريل هي اللغة لكل المكفوفين، ساعدتك ولا قدرت تحفظ القرآن من خلال الأشرطة؟ وكيف كانت الطريقة اللي انت حفظت بها القرآن؟ والله القرآن أنا حفظته عبر الذاكرة، هي ذاكرة في التلفون بيحفظ القرآن ده قبل ما كان يعني نجل الاتحاد هنا. فأولا طبعا حفظت المديح، بعده حتى بعد ذاك حفظت القرآن عبر الهاتف أو الرادي. فلما سمعت باتحاد المكفوفين دائرة في الأبيض وتعرفت بهم، وأول ما لقيت الدكتور لغات دكتور عمار في المسجد، كان يعني احد المؤذنين جابني المسجد اللي بصلي فيه والدكتور ده ذاته وقدمني صليت. بعد الصلاه التقيت بالدكتور ده وتعرفت به، كان عنده التليفون الذكي ده، قال لي احنا عندنا اتحادنا وتجينا هناك في الاتحاد تعمل معانا عضويه. قلت له انا بعمل معاكم عضويه واي شيء، لكن التليفون ده اعرف له كيف. يا سلام. فاسع الان يعني الحمد لله عندي التليفون وعندي صفحه في الفيسبوك وفيها كل فيها القرآن وفيها تفسير إن شاء الله. طوال استخدمت التقنيات. نعم. التكنولوجيا أنا الساعة بنزل الكتب. قلد لصديق أحمد حمد دي ما لازم نجيها نحن النقطة دي، لازم يعني تقلد لينا شيء جراي يعني حقيقة. نعم. الله يعني يا سلام. نكرم إن شاء الله. نعم. طوال حتدينا تقليد يا شيخ مبارك. قال حافظ لكتاب الله، يعني حقيقة شعرت إنه نحن قرايتنا دي كلها صفر بالشمال. يا سلام يا والله حقيقي ده إنجاز عظيم، يعني قلة من هم يعني يمشوا في الدرب ده ويسيروا فيه، وقلة من يستطيعوا ان هم يحفظوا القرآن. نعم. تفضل يا مبارك. ولما قال لي كده يعني التليفون ده قلت لهم صعب والله، فأستاذ عصام ده يعني بأي طريقة علمني التليفون. فأسع الآن أنا بقيت أنزل يعني كتب من جوجل. يا سلام. أسع الآن يعني عندي مكتبات كثيرة من العلم. يا سلام. والآن بحفظ فيها الآن يعني. أي. والصفحة في الفيس بتنزل فيها. الصفحة في الفيس بنزل فيها البث المباشر ده. يا سلام. الآن يعني أسي معروفة، عندي صفحة يعني في الفيسبوك متابعينا باسم شنو؟ باسم مبارك بشير مبارك الكردفاني. طيب يا شيخ مبارك كده أنت أقرأ لنا على قراءة الشيخ صديق حمدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى
وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أحسنت، نقف أمام الشيخ صديق حمدون يعني في هيئة شيخ مبارك. أحسنت يا شيخ مبارك، يعني جزاك الله كل خير. دكتور عمار، يعني أنا حاجي طوالي من النقطة اللي قالها شيخ مبارك بأنه هو قدر يستخدم الهاتف الذكي وقدر أنه هو يعني يوظفه لصالح حاجة مهمة جدا وصنع محتوى جميل، لكن أنا حمشي بيك في ناحية أنه التكنولوجيا هي ساهمت بصورة كبيرة جدا في تحفيز الإبداع عند المكفوفين. والله حقيقة التكنولوجيا هي أصبحت عيون للمكفوفين، يعني الآن الكفيف حقيقة ما محتاج لبصره، وانا ما مراه، لكن حقيقه الان لو قال لي الان بصرك يرجع اقول ما داري يرجع، لانه حقيقه الان ربنا سخر لنا التكنولوجيا وما اصبحنا محتاجين لحاجه. وانا لما اشوف التكنولوجيا وخدمتها للمكفوفين واخونا يعني مبارك بشير من زول يعني معلش جاي من شمال كردفان من الاقاليم، يعني يا دوبك يجي المدينة ويشوف الأمر مستحيل، والآن تبقى عنده صفحة على الفيس ويعمل لايف، يعني حقيقة الاتحاد له دوره له عظمته، وبالتالي التكنولوجيا تخدم أي زول يعني يبدع. الآن المكفوفين في الجامعات في المدارس، وأول امبارح يعني كانوا عندنا أكثر من 11 طالب جالسين لامتحان الشهادة السودانية وكلهم يعني عبر التكنولوجيا، عبر الحاسوب الناطق أو التلفون الناطق، والبرنامج الأخير بتاع الانستوري ريدر ده يعني قطع لنا شوط كبير في بعض الكتب والحاجات اللي ما كنا بنقراها زي البي دي اف، يعني الآن بيقدر يقرأ لنا البي دي اف، سهل لنا حاجات كنا يعني زمان بتفتش كتاب ما بتلقاه وير، بتلقاه بي دي اف عشان تقراه وما بتلقى طريقة. الآن بدنا نحول الكتاب من بي دي اف لوير تكست، بنحوله لوير لصوت لأي حاجة، بنديها للكفيف الطالب يتعلم يقرأ يقرأ المجلات الكتب الصحف، يعني أي حاجة. يعني الآن يعني التكنولوجيا الآن بنصور الورقة عبر الانستريد وبنقرأ، يعني البطاقة اللي قدامك لو ما عارف الخطاب زمان بيقول لك ده شايل جواب موته، الآن يمكن الكفيف ما حيشيل جواب موته، لأنه أي ورقة الدولة ممكن يصورها عادي بتلفون ويقرأ محتوى يعني. يا سلام. فالأمر بالنسبة لنا يعني الحمد لله الآن بقى موضوع ممتع وشايق، وحتى محاضراتنا يعني الآن ممكن نقدمها بالبروجيكتر وبالإسلاي حاجات، يعني الأمور يعني ما شاء الله تبارك الله التكنولوجيا خشت ونحن استفدنا منها فايدة كبيرة جدا يا أخي. والله استفدنا منها من كل النواحي، يعني نحن نتمنى إنكم يعني حتى في السودان، والله هي رسالة مهمة بنوجهها للحكومات المتعاقبة بأنها هي تكون عندها يد، طالما إنه العالم الآن وصل لمساحات متطورة جدا، يعني في اليابان يمكن وصلوا حتى للأرصفة اللي بتساعد المنيرة اللي بتساعد المكفوفين في إنه هم كيف يمشوا في الشارع بدون مساعدة الآخرين. نحن نتمنى إنه يعني يجدوا كل السبل اللي بتسهل لهم أكثر في إنه هم يمارسوا حياتهم. حنجيك راجعين مرة تانية، لكن حنمشي لك يا إيلاف نستريح معاك استراحة تانية قصيرة إن شاء الله. تحقيقكم
مسكين البدي أمل مسكين البدي أمل أملوا يغلبوا تحقيقوا والعاشق الجفا المعشوق وسهروا نشاف ريقوا وسهروا نشاف ريقوا خطابات البوديها تقول لا بتمشي
تمشي لا حاجة وديت لي حزول مرسال والمرسال مشى وما جاء بقيت أنا والنجوم بالليل 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 سوا نساهر ونتناجى فراجة مسكين مسكين شكرا لك كثير الشكر. احنا حنجي في اخر المحاور يا دكتور عمار، ويمكن معروف عالميا انه المكفوفين ما حرموا نفسهم من ممارسه كل الانشطه الحياتيه، حتى الرياضه هم كانوا موجودين فيها يعني، والرياضات باختلاف انواع السباحه الغوص حتى المشي يعني واحده من الرياضات اللي مارسوها المكفوفين. والله هي حقيقه الرياضه دي، طبعا المقوله بقول لك الجسم السليم في العقل السليم، طبعا المقوله دي خاطئه يعني. العقل السليم ما في جسم السليم يعني، نحن عقولنا الحمد لله رب العالمين 100% ما فيها مشاكل. فالرياضة نحن بتمثل لنا الدافع الأساس، لأنه المكفوف دائما تلقاه قاعد في بيته زي زمان وياكل ويشرب، فبتبقى بجسمين وحكايته بايظة، وبعد ذلك تبقى مشكلة عنده في أي حاجة. لكن الآن نحن الحمد لله بنمارس الرياضة. صح السباحة في كردفان ما في، صحيح. يعني ما عندنا حاجة اسمها إلا هنعوم في الرملة دي غايته، لكن شنو أنا عالميا يعني، حتى في ناس في الخرطوم، عندنا في الخرطوم يعني عندنا السباحين والله موجودين، وعندنا نحن جقلبنا في الفولة مرة وتمسك العود يعني حياة دي عملناها يعني. جميل. لكن الآن مثلا الجري المشي نط الحبل يعني دي من إلاف دي قالوا رهيبة في موضوع نط الحبل ما شاء الله. لأنها هي مركزة مرطبة ومنبارة أنا وهي في نط الحبل، لكن أنا قاعد أغلبها، ما تقول أنا عجوز، أنا قاعد أغلبها. سلام مقبيل قول هي اللي اعترضت على موضوع عجوز، فشكلها عارفة إنه عارف إنه قاعد مغلوبة طوالي في نط الحبل. نط الحبل هاي. وبعدين في الجري أنا أجري والله بالمناسبة بجري كثير. طبعا في عندنا الجول بول يعني الكورة بتاعت الجرس، حقيقة في الاتحاد ما عندنا، نحن ساعين في انه يكون عندنا يعني وحده متكامله للرياضه في الاتحاد. زي شنو يا دكتور عصام يعني الحاجات اللي ممكن تفيدكم انتم؟ الجول بول عندنا، الشداد اللي هو بتاع الجري بيمسكوه كده وينططوا يجروا معاه حلقه دائريه، دي من الحاجات اللي بيلعبوها المكفوفين
نط الحبل، الأثقال ذات حملة، هذه كل الحياة دي كلها من صميم الشغل اللي بيشتغلوه المكفوفين. يعني ممكن نمشي إلى الأهلي نجري جكة، دي من الحاجات، التسلق برضو بنطلع، نعم الألعاب الذهنية، الألعاب الذهنية برضو من الحاجات المهمة خالص عندنا. لكن طبعا التكنولوجيا بالمناسبة دار تبليدنا والله، يعني في حاجات كثيرة بقت الحياة الذهنية حتقل، لأنه بقينا معتمدين حياة available موجودة عندك في متناول يد يعني. نعم، لكن يعني هي برضو في النهاية بتديكم مساحة خاصة، يعني أي شخص حابب أنه هو يمارس الرياضة بيكون بالنسبة له مساحة مختلفة. عصام أنت حتدينا لحن قبل الأخير. بقطر الندى لو مر اسمك في البعيد شايل الصدى، بل النسايم الحلوة بقطر الندى تلقاني واقف مرتعش ضارع لي ما عدت قادر انتظر، عدت قادر انتظر، سامحني غلطان بعتذر بعتذر بعتذر، سامحني غلطان بعتذر.
أعرف تمام ده المستحيل. الحسن والطبع النبيل أعرف تمام ده المستحيل. الحسن والطبع النبيل يغضى بيجور يغضى بيجور لحظات خصام المرة تتمدد شهور. يغضى بيجور يغضى بيجور لحظات خصام المرة تتمدد شهور. صدقني لو أغلط معاك دايما أقول أنت الأصيل أنت الوفي عن حبي ما ممكن يمين. أنت الأصيل أنت الوفي عن حبي ما ممكن يمين. أنت الأصيل أنت الوفي عن حبي ما ممكن يمين. أنت الأصيل أنت الوفي عن حبي ما ممكن يمين. يضحك سلام الدنيا في عيونك دليل بعد ما داير دليل. وبرضو غلطان بعتذر ما عدت قادر انتظر. سامحني غلطان بعتذر بعتذر بعتذر. سامحني غلطان بعد أنا بعد أنا بعد أنا بعتذر أنا بعتذر. يا أخي شكرا يا عصام. وأنا والله أكثر ما أكون احتفاء بهذه الجلسة، ويمكن ناس كتار يحسدوني على موقعي أنا قاعده أتوسطكم، يعني أتوسط كل هذا الجمال وكل الطاقة الإيجابية اللي أنا أخذتها منكم من خلال التجارب، من خلال الحوار، ومن خلال الطاقة العظيمة اللي في جواكم اللي انعكست إيجابا على كل الحاضرين والموجودين، يمكن حتى الخلف الكواليس هم كانت بالنسبة لهم محفزة جدا. دي كانت مساحة وحلقة، أنا حابة أدي مساحة أخيرة، وخلينا نقول إنها هي مساحة حرة، مساحة رسائل ومساحة تهاني ومساحة معايدات لكل الموجودين في إنهم يقولوا فيها ما أرادوا قوله، لجهات محددة، لأشخاص محددين، لناس دعموهم، لفئات، لأيا كانت الجهة والرسالة اللي أنت حاب توجه لها رسالتك. نبدأ بك يا عصام، تفضل. طيب، أنا بمناسبة العيد السعيد بهني كل الشعب السوداني، وبتمنى إنه يعني السودان يرجع لسابق عهده وننعم بالرفاء. وتحية خاصة للمكفوفين في ولاية شمال كردفان وكل فئات الإعاقة. الحقيقة الرسالة اللي أنا يعني حابة أوجهها، أول حاجة طبعا نحن نشكر كل الجهات الدعم لنا، ديوان الزكاة، المنظمات، المجتمع المدني في ولاية شمال كردفان، الخيرين. الرسالة اللي عايز أوجهها إنه نحن طبعا عندنا معهد الفجر لتعليم المكفوفين، وما شايف الناس في الحلقة يتطرقوا له، وإن شاء الله نحن ناويين هذا العام نبدأ أول دفعة له، لأنه الحقيقة نحن لنا يمكن بيعلم بريل، بعلم بريل وبعلم دراسة، يعني هو مفروض يكون على نسق معهد النور في الخرطوم. جميل. فنحن السنة دي إن شاء الله ناويين نبدأ أول دفعة، وبس عندنا بعض الحاجات. هو طبعا مستضاف في دار اتحاد المكفوفين. أنا والله رسالتي لحكومة ولاية شمال كردفان، يا ريت لو تدينا موقع خاص بالمعهد في وسط المدينة، عشان هو بيستوعب كل الطلاب المكفوفين في المدينة، يعني ده بكون تسهيلا عليهم في الحركة وفي كده. يعني إن شاء الله والله نتمنى إنه رسالتك تصل للجهات، وتمنى إنها هي فعلا تبقى واحدة من المعاهد المهمة جدا. إلاف، بحيي كل الشعب السوداني بمناسبة العيد السعيد، بقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وأتمنى أن يعم الرخاء والسخاء في بلادي، وبشكر قناة الشروق، بشكرك أنت يا دكتورة أمل. شكرا لك. أنا بشكركم أنتوا على الطاقة، بحييكم كلكم، وبشكر اتحاد المكفوفين لأنه صراحة هو داعم كبير بالنسبة لنا، وبشكر أسرتي وبحييهم كلهم، وكل سنة وانتوا طيبين. شكرا لك. شكرا لك يا إلاف. تسنيم. طيب،
التحية لقناة الشروق على الاستضافة الجميلة دي، والتحية لأسرتي الصغيرة، أمي وأخواتي وخالاتي، والتحية لأسرتي الكبيرة اتحاد المكفوفين ولاية شمال كردفان، والتحية لكل ذوي الإعاقة على امتداد الوطن الحبيب. الرسالة اللي أنا عايزة أوجهها للمكفوفين ولجميع المعاقين إنه دائما أنت مميز بحاجاتك، أنت بقناعاتك بإرادتك بتصميمك، أنت معاق، أي عندك نقص في حاجة معينة، بس نقصك ده ممكن تكمله بالإرادة، ممكن تكمله بالعزيمة والإصرار، ممكن تكمله يعني إحساسك بأنك أنت قادر تعمل كل الممكن وبعض المستحيل. وشكرا جزيلا وكل عام وأنتم بخير. شكرا جزيلا لك يا دكتور. برضو يعني ممكن سريعا كده رسالة وختاما ومعايدة الشروق، ونشكر الإخوة الحاضرين وكل اللي بيسمعونا، وكل عام أنتم بخير، والشعب السوداني في صحة وسلامة، وربنا يألف بين قلوبنا وقلوب السياسيين ويجمع بينهم على خير، من أجل الوطن، من أجل المعاقين، من أجل الأطفال، من أجل الشيوخ، من أجل البلد، وإن شاء الله بلدنا متقدم دائما ومتطور. والتحية لكل اللي بيسمعنا ولأسرتي الجميلة الحلوة، الوالد والوالدة والأخوان، ولبنت الصادق كوصل الصادق محمد العاقب، زوجتي العزيزة الحبيبة، الكل جميعا أنا بحييون، وطلبتي في جامعة كردفان، وكل المعاقين في جميع أنحاء السودان، وكل أسر المعاقين، ويانيت لو قطعت اللقمة من خشمكم وأعنت المعاق في أنه يتعلم، أنه يعني يكتسب مهارات، أنه يعتمد على روحه. ولكم الشكر أجزل. شكرا جزيلا يا دكتور. تفضل يا مبارك. بارك الله فيك. الله يهنئ الأمة الإسلامية جميعا بمناسبة العيد السعيد إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا بالخير واليمن والبركات، وحي الأسرة الكريمة يعني في الولاية هنا وفي خارج الولاية، وكل من يعرف يعني مبارك بشير، لأنه أنا الحمد لله إلى الصفحة دي يعني الناس كلها تعرف مبارك، عشان كده يعني قلت الكلام ده هذا كله. وأناشد الجهات المسؤولة يعني المكفوفين دول، طبعا يا جماعة نحن هنا عندنا في البلد هنا اي انسان مكفوف ده خلاص معناه شنو دول يعني بيسول بيشحد الناس، ومعظم المكفوفين الان في الشوارع بيشحدوا. فانا بناشد الجهات الحكوميه والجهات المسؤوله يعني تسهل للمكفوف ده كيف يدير مشروع، وكيف يعني يعرف اي يعني حاجه يكتسب بها شغل يعني عمل. يا سلام، فما يبقى انسان بيسول في الشارع. ديك التحيه والله يا مبارك. شكرا جزيلا لك استاذ علي. أولاً تحية لقناة الشروق، وكل سنة وانتم طيبين، وهني بمناسبة العيد كل الأهل والأخوان بولاية شمال كردفان وأسرة أبو جليحة بالذات بالأخص، وكل سنة وانتم طيبين. شكراً لك كثير يا أستاذ علي، وذات الشكر والتحية وذات الامتنان والتقدير وذات القبعات المرفوعة يعني امتناناً وتقديراً وحباً ووداً وعظمة من خلال المكفوفين. خلينا نشكر أسرهم اللي هم كانوا دائما بيقفوا وراهم، بيقفوا خلف نجاحاتهم، بيقفوا خلف تميزهم. خلينا نشكر الأسرة الكبيرة لاتحاد المكفوفين، مش بس في شمال كردفان اللي احنا كنا في ضيافتهم، في كل ربوع الوطن، في كل السودان، بل وفي العالم أجمع، كل ذوي الهمم اللي استطاعوا إن هم يثبتوا إنه الإعاقة زي ما قلت سابقا ما بس هي في البصر، إنما البصيرة القوية هي اللي ساهمت بصورة كبيرة في إنها هي تدينا نماذج منيرة أنارت لنا يعني حياتنا، وأنارت لنا كثير من الدروب المغلقة. يمكن مساحة الختام حتكون معاكم عصام وإيلاف في ثنائية، وخلونا نقول شكرا جميلا لكل اللي كانوا متابعين هذه الحلقة، وشكرا أكثر لفندق زنوبيا اللي استضافنا واللي كانت الجلسة في حضرته في مساحته في موقعه. شكرا جزيلا متابعينا. طايف لحافظ الغزايف.
العيون خاين والله خاين كان طيف طايفي ثوب من الطرايب خدودك القطايف ليه والعنب شفايف العنب شفايف كان طيف طايف طيف طايفي ثوب من الطرايب خدودك القطايف ليه والعنب شفايف العنب شفايف يعني طيف طايف لا في هواي صحايف ولقى حبي غير زايد اللي أراد خايف دون تشرح أنا شايف والله شايف يعني طيف وطايف حاضك العزايف وأنا العيون خايف حبيبي دمع زارف غرقني سيل جارف لماذا عني صارف وهالكني وانت عارف والله عارف